مساء الخير. يعاني القطاع العام في سوريا من نزيف مستمر يتمثل في الاستقالات الفردية والجماعية للموظفين، وإذا كان انخفاض الرواتب وغلاء المعيشة في صدارة الأسباب، فإن هذا الواقع بيترك آثار كبيرة على نمو هذا القطاع ويؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات اللي بتقدمها الإدارات والمصالح الحكومية. برحب بضيوفي بهالحلقة، عبد المنعم الحلبي المحلل الاقتصادي السوري، ومظهر شربجي مدير الحوكمة وبناء القدرات في وحدة المجالس المحلية. بداية خلينا نتابع تقرير يسلط الضوء على حجم القطاع العام وعدد موظفيه، فضلا عن أبرز تأثيرات الحرب عليه وموجات الاستقالة منه. يتجاوز عدد الموظفين في القطاع العام التابع لحكومة النظام السوري نحو 1,200,000، يقابلهم أكثر من 555,000 متقاعد، ويبلغ متوسط رواتب الموظفين الحكوميين 100,000 ليرة، وهو لا يغطي سوى 25% فقط من مصاريف أسرة متوسطة العدد. ويتم تصنيف العاملين في هذا القطاع إلى فئتين: العاملون في وظائف إدارية موجهة مثل الصحة والتعليم والتربية والمجالس، ويشكلون ما تتجاوز نسبته 57% من قوى القطاع العام، وموظفو المؤسسات العامة وعمال الدولة في صناعات القطاع الانتاجي مثل الصناعات الاستخراجية والتصنيع وغيرها، وبلغ عددهم عام 2018 حوالي 700,000 موظف بحسب تقارير المنظمات الأممية. وكغيره من القطاعات، تضرر القطاع العام بشدة جراء الحرب وتبعاتها الأمنية والاقتصادية، ولم تفلح زيادات الرواتب والمنح في انتشال العاملين فيه من الأزمات المعيشية، حيث بقي التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية يضغطان على راتب الموظف الحكومي. كل ذلك أدى إلى موجات متلاحقة من الاستقالات الجماعية من القطاع العام، وأسهم في انتشار الفساد وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن أو ارتفاع رسومها بحسب العديد من التقارير الاقتصادية المتخصصة. برحب فيكم ضيوفي مرة ثانية. سؤالي الأول لك سيد عبد المنعم، هل هناك إحصاءات وأرقام حول حجم عدد الاستقالات من القطاع العام في المرحلة يعني في الفترة الأخيرة؟ مساء الخير لكم جميعا. بالتأكيد هناك تقارير من داخل المنظومة الإعلامية التي يصرح لها بأن تنشر مثل هكذا معلومات تتحدث عن مئات في كثير من القطاعات، يعني هم يتحدثون مثلا عن 400 إلى 500 معلم، يتحدثون عن مئات المهندسين وهكذا، وبالتالي هم يتحدثون عن ما يشبه الحالة الطبيعية في بالنسبة لرقم كبير قد يتجاوز 1,200,000 عامل. أما الواقع فهو بالتأكيد هو على غير هذه الصورة، لأن هناك نوعين من الاستقالات أو نوعين من الانفصال من العمل: الاستقالة الإدارية المعروفة التي أصبحت تستوجب موافقة أمنية إضافة إلى سلسلة الموافقات الإدارية التي قد تصل إلى رئيس الوزراء، ولكن هناك طريقة أخرى في الانفصال وهي ترك العمل والذهاب إلى حالة ما يشبه أو التي تسمى حكم المستقيل، ثم الذهاب إلى القضاء وتقديم الأوراق. هذه طبعا لن تدخل في التصنيف بالتأكيد، وهي أضخم بكثير من الأرقام المعلن عنها. إذن أنت تتحدث عن وجود أرقام أكبر من ما يصرح عنه أو ما يعلن عنه بشكل رسمي؟ بالتأكيد. سيد مظهر، لماذا تحولت بالتأكيد الوظيفة العامة من حلم أرقام أكبر إلى كابوس؟ هناك حالات متعددة. مساء الخير إليك ولجميع المشاهدين. الوضع الاقتصادي المتدني والمأساوي بشكل عام هو الذي أثر على نفسية الموظف العامل الذي كان سابقا كما ذكرت يحلم بعمل وظيفي للاستقرار وتأمين معيشة أولاده من كافة التأمينات الصحية والتعليمية إلى آخره، لكن الآن الوضع المنهار من جميع الجهات يدع الموظف أن يبحث عن فرصة عمل أفضل، فتراه يذهب إلى قطاع خاص أو قطاع مشترك أو يفكر بالهروب من هذه الوظيفة التي أصبحت عبئا عليه، عبئا على عائلته، وخاصة في فقدان وسائل حياة كاملة من الوقود، الكهرباء، المياه، الغاز، فأصبح فقط الوسائل النقل
تكلفه أكثر من راتبه عند الذهاب، فبدأ يعود إلى البيت متأثرا من حالته النفسية والاكتئابية لتأمين خدمات إلى هذا البيت الذي هو معيشته. سيد عبد المنعم، تحدث ضيفي عن وجود هجرتين من القطاع الخاص في سوريا، ما هي أكثر القطاعات تأثيرا بموضوع يعني الاستقالات الفردية والجماعية؟ هلأ بالنسبة لموضوع استقالات جماعية، في الواقع هي تجميع للاستقالات الفردية، كي لا يفهم المصطلح بأن هناك نوع من الحالة التشاركية في بالنسبة لمؤسسة معينة أو أخرى. بالتأكيد تشابه ظروف الموظفين أو المواطنين السوريين الذين يعملون ضمن الوظيفة العامة وانعدام حالة الخدمات والمزايا المعنوية، حتى إضافة طبعا إلى ما هو معروف بالنسبة لزيادة كبيرة جدا بالأعباء والمهام والمسؤوليات التي أصبحت ملقاة على كل موظف. هذا عامل جدا مهم، العامل المرتبط ببيئة العمل، عندما بكل بساطة أي عامل يقيس ما يتلقاه من دخل سواء رواتب أو تعويضات مختلفة بما فيها المكافآت والحوافز، يقيسها بالمهام والمسؤوليات، ويقيسها قياسا آخر أكثر أهمية باحتياجاته والإشباعات التي تتحقق له من هذا الدخل. بالتأكيد هذه الإشباعات أصبحت ليس فقط في الحدود الدنيا وإنما في حدود أشبه بصفرية، لأن القيمة المضافة هي سالبة بالتأكيد لهذا الدخل الذي يتلقاه. إضافة إلى ذلك، وإذا ما أردنا أن نذهب إلى سؤالك بموضوع الهجرة، هناك ضمن بيئة العمل أصبحت المحسوبية بشكل واضح تماما، يعني تشكل النسبة الأكبر في موضوع الترقية الوظيفية، وبالتالي حتى الحافز أو التحفيز الذي هو ربما يشكل بالنسبة لكثير من الموظفين، لا أقول أغلبهم ولكن لكثير منهم، يشكل وازعا مهما للبقاء في الوظيفة، حتى هذا أصبح يعني ضمن حالة عدم التوازن بين الكفاءة والأقدمية والارتقاء الوظيفي. بالتأكيد أصبح يشكل عائقا نفسيا مهما جعلهم يهجرون ليس فقط الهجرة الرسمية كما تحدثنا الاستقالة أو بحكم المستقيل، يهجرون حتى جودة العمل الذي يقدمونه. سيد مظهر، تحدث ضيفي سيد عبد المنعم عن وجود موافقات أمنية وتراتبية لتمنع الموظفين من ترك عملهم، كيف يتم استخدام هذا الجانب تحديدا من قبل النظام يعني تبطيء أو منع الموظفين من ترك العمل؟ فعلا الموافقات الأمنية صارت تنحصر في أغلب قطاعات الدولة وخاصة في المراتب الوظيفية العليا وفي قطاعات النفط وقطاعات المؤسسات الخدمية الكبيرة وخاصة الصحية والطبية، رغم أن هناك هجرة لأكثر من 50,000 طبيب من أصل 70,000 طبيب موظف غير موجودين من عام 2013 حتى الآن، بالإضافة للكادر التدريسي الكبير الذي هاجر البلد من بداية من 2013، وخصصنا في كل الجامعات الدكاترة ويعتمد النظام على، وهذا ما أثر على تدني التعليم في التعليم الجامعي، نراه واضحا جدا. إذا بحثنا في كل الجامعات السورية نجد أن الدكاترة أغلبهم كانوا عقودهم في دول الجوار، في الأردن، في لبنان، فلم يعودوا إلى البلد مرة ثانية، وبعضهم من خرج إلى خارج البلد. إذا الموافقات الأمنية هي الضغط الكبير على الموظفين خاصة في إجازة خارجية، لا يستطيع أي إنسان مفكر أو دكتور أو أي إنسان الخروج من البلد بدون موافقة أمنية، حتى الموظف العادي. برأيك هل هذا الضغط والحصار ويعني الذي يجرى ضد العاملين في القطاع الخاص هو خطة حكومية ممنهجة هدفها أن يتم خصخصة هذه القطاعات؟ أنا في الواقع طبعا القريب من الذهن هو دائما ومنذ العام 2004 بالتحديد عندما طرح مشروع سوق اقتصاد السوق الاجتماعي، كان هناك دائما هاجس لأي سياسات يتبعها النظام أو الحكومة بشكل عام، بأن الموضوع هو هروب من مسؤوليات الدولة والذهاب إلى منح القطاع الخاص طبعا الريادة أو منحه الفرصة الكاملة إدارة شؤون اقتصاد البلد. في الواقع نعم، بالتأكيد القطاع الخاص أصبح هاجس
هاجس رجال الأعمال المرتبطين بالمؤسسة الحاكمة أو بالنخبة الحاكمة، هؤلاء الذين أثروا عبر عشرات السنوات بالتأكيد لن يجدوا في القطاع العام يعني متنفسا لاستخدام واستغلال أموالهم، كان القطاع الخاص الفرصة الأساسية لهم، وهم أيضا سيطروا على القطاع الخاص، معروف رامي مخلوف وغيره وما آلت إليه الأمور في السنوات الأخيرة. لكن اليوم إذا أردنا أن نقترب أكثر من طريق التفكير النظام وعقليته، بالتأكيد لن يكون هناك خصخصة. الجواب هو لا، لا وجود للخصخصة. هناك نوع من الحلول الوسط أو السيناريوهات أو المقاربات التي يمكن فيها أن تتحد سيطرته على القطاع العام مع ما لديه من سيطرة على القطاع الخاص، وهذا ما أفضى إليه في العام 2016 بقانون التشاركية بين القطاع الخاص والقطاع العام. لكن أن يتخلى عن القطاع العام بأي شكل من الأشكال، لا يكون هناك حالة استثمارية، حالة انتفاعية، حالة مؤقتة مع القطاع الخاص، أنا لا أعتقد أبدا أن الموضوع يمكن أن يذهب إلى الخصخصة. ولكن هذا لا يمنع أبدا ضمن إطار التشاركية نفسها منح القطاع الخاص الفرص الكاملة والفرص الحوافز أيضا التي تجعله يدخل في قطاع الخدمات، الكهرباء والاتصالات وما إلى ذلك. وهذا الأمر طبعا يندرج ضمن الحالة التشاركية بالتأكيد مع النظام ومع النخبة الحاكمة. سيد مطر، يعني تعقيبا على ما تفضل فيه سيد عبد المنعم، برأيك إلى أي مدى يلعب الفساد والمحسوبيات وما إلى ذلك من يعني الولاءات السياسية في صنع هذا الواقع المزري الذي وصل إليه القطاع الخاص اليوم، القطاع العام في سوريا اليوم؟ حاليا حسب ما نشاهد أن القطاع العام في حالة انهيار من درجة إلى درجة. فلنأخذ مثالا قطاع الوحدات الإدارية من عام 2016 حتى الآن، نعرف أنه كان في أكثر من 40-50% من المناطق اللي تم استعادة النظام في أكثر من الغوطة الشرقية إلى آخره. نجد منذ 5 سنوات حتى الآن الوحدات الإدارية أو البلديات لم تقدم لها أي خدمات تتميز فيها ولو 5% أما ما كانت عليه. فنجد الموازنات ضعيفة جدا. الحكومة السورية لا تستطيع النظام أن يقوم بأي خدمات كما كانت السابق مخططا له. بقيت الوحدات الإدارية بكوادر بسيطة. إذا رجعنا وعددنا عدد الموظفين كل بلدية نجده أنه انخفض إلى أكثر من 40-50% من عدد الموظفين لا يستطيع دفع رواتب من الذين هاجروا أو غيرهم. والموازنات الموضوعة فقط موضوع لترحيل أطربة. فدولة مثل هذه الدولات لا تستطيع أن تقوم ببناء وإعادة حتى الآن التعافي المفكر للمدن وليس إعادة الإعمار. نجد حتى المدن من 5 سنوات حتى الآن في مدينة دوما أو مدينة دارية أو المدن التي والوعر وإلى غيرها كما هي. إذا لم يستطع أن يقوم بإعادة تأهيل هذه المدن، كيف سيطيع أن يدير مؤسسات الكبيرة في الدولة؟ نعم هناك المحسوبيات وهناك الفساد الكبير الذي أخلق جيل جديد من الشخصيات الغير معروفة في سوريا. ذكر أخي عبد المنعم رامي مخلوف، الآن أصبح شخصيات ليس لها تاريخ. كنا نتعرف على مجموعة من التجار والاقتصاديين اللي كانوا يساهموا في بناء البلد، الآن أسمائهم غير موجودة، أغلبهم رحل. فقدان الثقة بين المواطن وأصحاب القرار أثر على أصحاب الاقتصاد بالخروج من البلد. وهذا الأمر أنا أتوقع أنه سيتم هناك من خصخصة لبعض المؤسسات، والنظام قد يكون ممنهجا إلى استهلاك وإهلاك القطاع العام للوصول أنه بهذه الحالة يجب أن ندخل شريك آخر. بدنا نحكي من نفس السياق، نعطيه الكهرباء وأنا أتخلص من رفض المؤسسات بالدوائر. من نفس السياق خلونا نتابع تقرير حول موظفة اضطرت لترك التعليم في المدارس الحكومية ونطلع على دوافعها ومبرراتها. أنا شمس عنتر، معلمة مستقيلة، طبعا كنت أعمل بالقطاع العام بمجال التربية. كان راتبي بعد خدمة 25 سنة ما يعادل هي 107,000 ليرة سوري،
ما يعادل أقل من 20 دولار أمريكي. إذا عملنا مقارنة فهذا الراتب لا يوفر أقل مستلزمات الحياة اليومية حتى لمدة أسبوع فقط لعائلة تتألف من 4 أشخاص فقط. هذا شجع أو جعل الموظفين يتركون القطاع العام ويتوجهون إلى مجالات أخرى. أنا أفراد عائلتي مثلاً نحن 5 بوجود الأولاد، فالعشرين دولار شو بتجيب لهم؟ إذا سعر البوط الرياضي 30,000 فهي فقط إذا بتقارن إنه سعر البوط ما بي يعني الراتب ما بيجيب لي سعر بوط لابني. طبعا في مميزات، وأولى المميزات هو الفارق الراتب. إذا مثال بسيط، مثلا في إحدى المنظمات الموظفة عم تقبض 900 دولار ويمكن تكون حاصلة على شهادة جامعية، والمعلم بما أني معلمة فبركز كثير على مجال التعليم، أنا كمان حاصلة على الشهادة الجامعية وعندي خدمة 25 سنة ما بقبض 20 دولار. فصحيح هذا القطاع العام ممكن ما في أمان، ما في استمرارية، ممكن في أي لحظة رأس الأموال بيخطف حاله بيروح من سوريا. ممكن القطاع العام في استمرارية، في أمان فعلا. إذا ما في حوالات من الخارج الناس بتموت من الجوع فعلا، بحرفيا بتموت من الجوع، لأنه الراتب ما بيجيب خبز محترم لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص. فهي الحوالات المفروض ما يكون عليها أي عوائق، المفروض أي جهات تكون مسؤولة عليها تسهل، لأنه هي الشريان اللي بتعيش المنطقة. مثل ما سمعتوا ضيوفي سيد عبد المنعم، يعني هذه حالة من الأشخاص الذين يعانون من نقص يعني الرواتب والأجور، فبرأيك كيف يؤثر انخفاض الأجور بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص من ناحية زيادة الفساد في سوريا؟ نعم، هناك كما تحدثت قبل قليل، هناك مقارنة مزدوجة بين الراتب والاحتياجات والإشباعات ضمن الحاجات الأساسية والرغبات التي يمكن أن للموظف أن يستخدم راتبه بها، وهناك مقارنة أخرى بضغوط العمل والمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه. بالنسبة لقطاع التعليم ربما هناك يعني ترى يعني خلينا نقول روتين معروف، لكن المشكله في القطاعات الاخرى ولا سيما الخدميه نجد الصوره التاليه. الحكومه، النظام بشكل عام، وربما تحدثنا في اكثر من مره عن هذا الامر، منذ بدايه العام 2021 علم تماما واشتغل على المعركه الخدميه والانتصار في المعركه الخدميه، لانها تضرب العلاقة بينه وبين الحاضنة الشعبية له. لذلك نجد أنه مع فشله في زيادة موارده المالية، مع فشله في الوصول إلى حالة تصديرية سليمة يستطيع تأمين استقرار في واردات الدولار، في الضرائب، القطاع الخاص لم يحقق ما هو متوجب عليه من الحالة التشاركية ومردودية هذه الحالة التي طرحها النظام إلى آخره. هذا الفشل في الإيرادات جعله يتوجه منذ أشهر إلى تخفيض التكاليف. تخفيض التكاليف كان كما شاهدنا جميعا بصورة رفع الدعم عن كثير من الفئات، وبنفس الوقت عدم التوظيف، عدم إدخال موارد بشرية جديدة تأخذ رواتب جديدة، وتفضيل حالة أن يكون هؤلاء الموجودين حاليا في الوظائف وعلى رأس عملهم، أن كل منهم يقوم بتأدية دور موظف آخر أو ربما 3 موظفين، وربط هذا الأمر بما يسميه حال قانون التحفيز الذي أصدره أيضا منذ أشهر، أن هناك تعويضات، مكافآت وحوافز ستزيد مع ربحية المخرجات التي تقدمها أنت كموظف. لكن
المشكلة الحقيقية هي الانخفاض الكبير الذي طرأ على الليرة السورية، الانخفاض الأخير الذي منذ أيلول نفسه، كأن السوريين قدرهم ليس فقط كلما زاد الراتب أيضا سترتفع الأسعار، أصبح قدرهم الآن ولا سيما الموظفين هو أنه كلما زادت ضغوط العمل ومهامك ومسؤولياتك ستزداد حاجة، ستزداد معاناتك أيضا، لأن التضخم هنا أنا بدي أعتذر على ضيق الوقت سيد عبد المنعم، العالمي التضخم العالمي وأيضا الانهيار في الليرة. بدي أطرح سؤالي الأخير على سيد مظهر الخلاصة بسبب ضيق الوقت. أنا نعم لعب الدور، لكن ربطه بالفساد في الواقع، نعم ربطه بالفساد، أعتقد بأن القطاع الخدمي أيضا هناك فكرة جدا مهمة هي التي تحرض أيضا على الاستقالات. اليوم القطاع الخدمي والقطاع الصناعي مرتبط بالبيئة الاقتصادية ككل، إذا البيئة الاقتصادية كلها في حالة انهيار، ما هي المكاسب الغير الشرعية أو الإضافية التي ربما تكون متاحة لأولئك الذين يستهدفون هذه الحالة؟ لن تكون كما هي في السابق، وبالتالي أيضا هذا يشكل عامل نفور من الوظيفة العامة بالتأكيد. أشكر عبد المنعم الحلبي المحلل الاقتصادي السوري، ومظهر شربجي مدير الحوكمة وبناء القدرات في وحدة المجالس المحلية. المزيد من الحكي السوري بعد الفاصل، فخليكم معنا. أهلا بكم من جديد. يعاني القطاع الطبي في الشمال السوري من مشكلات مركبة، أبرزها نقص المستلزمات الطبية وتراجع الدعم وخروج عشرات المشافي والمرافق الطبية من الخدمة بفعل استهداف قوات النظام وروسيا لها حسب منظمة الصحة العالمية. ويشكل نقص الكوادر الطبية ضغط إضافي على القطاع، حيث تشير أرقام لجنة الإنقاذ الدولية إلى أنه أكثر من 70% من الكوادر الطبية غادرت البلاد، لتصبح النسبة طبيب واحد لكل 10,000 سوري، مع غياب شبه كامل لبعض الاختصاصات مثل أمراض القلب والأعصاب والترميم وغيرها. عوامل وضعت حياة السوريين في الشمال السوري في دائرة الخطر ولفتت اهتمام الناشطين. لإظهار حجم الخطر، شارك الائتلاف السوري المعارض صورة لغرفة انتظار خالية في إحدى مشافي الشمال. الائتلاف أرجع السبب إلى إيقاف الدعم وغياب الكادر الطبي. وتحت وسم مرضانا في خطر، غردت ميرنا محذرة من الأخطار التي تلاحق المرضى في الشمال السوري، وشددت على أن المرضى هناك مهددين بفقدان حياتهم بسبب ضعف الكادر الطبي. نور يوسف لفتت إلى النقص الحاصل في أطباء التخدير في عموم سوريا، وبينت بعض المحافظات تعاني من عدم وجود أطباء تخدير، وعددت الرقة ودير الزور وإدلب. صلاح صفدي انتقد ضعف الحماية الذي توفره المنظمات الأممية والمعنية للأطباء في شمال غرب سوريا، وعلق على صفحته في فيسبوك: يبدو أن المنظمات تعاني لتأمين الحماية للعاملين الصحيين. نقص الكوادر وتراجع جودة الخدمات الصحية دفع عديد من الأهالي للاحتجاج على أداء الكوادر الطبية في مشفى عزاز الوطني، كما يذكر محمد به التغريدة. محمد شارك صورة الاعتصام أمام مشفى عزاز لانتقاد ما وصفه بالإهمال وعدم المبالاة بحياة المرضى، كما قال: بالمقابل تواصل الكوادر الطبية الاحتجاجات على الانتهاكات. هذا جانب من اعتصام نفذته الكوادر الطبية في مشفى كفر تخارين في إدلب للتأكيد على مواصلة الدورة الإنساني. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو الاعتصام بشكل واسع. وبينضم لنا عبر سكايب مأمون سيد عيسى، المنسق الطبي في جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية. منرحب فيك معنا سيد مأمون. بداية، ما هو حجم النقص في الكوادر الطبية في الشمال السوري؟ مساء الخير. نقص الكوادر الطبية هو مشاكل مهمة، هو جزء من مشاكل كثير فيها بيمر فيها شمال وشمال غرب سوريا. حجم النقص هو نحن لحتى لازم نعرفه، في عندنا نور معين
نر معين انه وفق معايير الفريق المركزي للاحصاء لازم يكون عندنا لكل 10,000 مواطن في لهم 5 اطباء، يعني المفترض يكون في عندنا 2290 طبيب، نحن فعليا في عندنا 1468 طبيب، بالتالي عندنا نقص حوالي تقريبا يعني 816 طبيب، نسبه النقص 48%، نسبه النقص عن النورم اللي حطه الفريق المركزي للاحصاء. فهذه هي مشكله كبيره. هذا النقص في عدد الأطباء، وماذا عن عدد المستشفيات والمراكز الطبية التي خرجت عن الخدمة؟ هل هناك إحصائية لرصد هذه الأرقام؟ الجمعية الطبية السورية الأمريكية عملت إحصاء أنه من 2000 لحد 2021، من 2015 ل 2021 في 674 مرفق صحي تم استهدافه، من بيناتهم 222 مشفى و27 مركز طبي و30 عياده نقاله. هدول المراكز الطبيه يعني نحن حاليا بقي عندنا بشمال وشمال غرب سوريا 22 مشفى عام فقط، وبقي عندنا 174 مركز طبي، اذا حسبنا كمان بتلاقي هو اقل من المطلوب بكثير كمان عدد الاسره قياسا كمان للنور اللي ذكرنا، فبالتالي والاستهداف المشافي يعني مستمر. يعني اخر مشفى استهدف هو مشفى المغاره باتارب بال 2022، وللاسف هذا استهدف يعني بيوم عيد الام ب 21 اذار، وبالتالي كان عندنا كمان كان عندنا ضحايا اطفال، كانت بعيد الام امها ابنائهم قتلوا، والاستهداف مثل ما حكينا لم يتوقف حتى السنه الحاليه. وهل هناك يعني اختصاصات بعينها طال النقص، مثل يعني هناك نقص فيها اكثر من اختصاصات اخرى؟ هلا نحن في عندنا اختصاصات يعني بشكل عام قليله، اذا جينا اختصاص طب نفسي في عندنا طبيبين بس طب نفسي، وفي واحد بيجي من تركيا بيروح وبيجي، وفي عندنا مثلا غدد صم هذا مشان امراض السكري وغيره، عندنا طبيب كليه اختصاص كليه، في عندنا طبيبين فقط. هلا طبيب واحد في المنطقة بأكملها، يعني لمنطقة يوجد فيها 2 أو 3 مليون شخص، شمال وشمال يعني هدول بدهم يكفوا لأربعة مليون ومئتين ألف شخص. هلا في اختصاصات ثانية كمان قليلة، الجراحة الصدرية، جراحة القلب، التخدير، الأورام، الأشعة، الطب الشعاعي، في كمان اختصاصات يعني النوعية يعني مثل اختصاص طب القلب للأطفال، عصبية للأطفال، كمان الجراحة العصبية كمان قليل. هذه الاختصاصات يعني كيف أثرت جداً هذه يعني هذا النقص الحاد بالكوادر الطبية وبالمراكز الطبية على المرضى والعلاج، ويعني خاصة لأصحاب الأمراض الطويلة والمستعصية؟ نحن النقص هذا بده يصير ضغط على المشافي وضغط على المستوصف، يعني مثلا الطبيب بدل ما يعمل 50 معاينه، هذا الحد الاقصى لازم يعمله، عم بيعمل 100 معاينه، هذا يؤثر على جوده التشخيص. بعد من المريض وقت بيشوف في زحمه ما بيجي، بيتاخر لحتى يجي، هذا ممكن تتفاقم الحاله تبعه، خاصه اذا كان مرض مزمن، مرض السكري، مرض الضغط. بعد منه كمان هذا يعني عدم توزع المراكز قربة. ب 30 ثانيه لو سمحت. بيصير مصاري كبيره على المريض، بيشكي نعم عليه وبيتكلم يعني فلوس اكثر لحتى يوصل للمركز الطبي او المشفى. ب 30 ثانيه لو سمحت سيد مأمون، ما هو المطلوب لوقف هجره الكوادر الطبيه وتحسين الخدمات الصحيه؟ المهم اول شيء ضغط المجتمع الدولي لوقف القصف وفرض حل سياسي، لازم دعم القطاع الطبي، في كثير ناس ما عم يصل لهم الرواتب، قطعت رواتبهم لازم نحلها. اهم شيء هو دعم التدريب الطبي، هاي الرسالة إلنا للأطباء الموجودين في الغرب وفي أمريكا، إنه ينعمل مؤتمرات علمية للأطباء الموجودين في منطقتنا عبر قنوات تلفزيونية مغلقة أو عبر الزوم، أو يقدروا يعملوا لهم تدريب بتركيا أو يجوا لعندهم على المناطق برا يعملوا التدريب. التدريب هو مسألة مهمة كثير. شكرا. ولازم يتم اعتراف بشهادات الاختصاصات والشهادات الجامعية، لأنه للأسف يعني الشهادات اللي عم تطلع عنا حاليا من مناطق شمال وشمال غرب سوريا غير معترف فيها للاسف. مأمون سيد كمان عيسى اذا سمحتي بس تفضل، انه تنميه المنطقه كمان وبناء نظام تعليمي، لانه الاطباء اغلبهم عم يهاجروا لانه مشان تعليم اولادهم،
يعني هذه هي أهم الأشياء. مأمون سيد عيسى، المنسق الطبي في جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية، شكرا لوجودك معنا. يعاني اللاجئون السوريون من الممارسات العنصرية ضدهم في العديد من دول اللجوء، وسط غياب للحماية وضعف تفعيل القوانين التي تعاقب مرتكبي الأعمال العنصرية. الأطفال ليسوا في منأى عن تلك الممارسات. خلال سنوات اللجوء جرى توثيق العديد من الأعمال العنصرية التي استهدفت الأطفال السوريين وسط مطالبات بحمايتهم. ناشطون وثقوا لحوادث الاعتداءات العنصرية على الأطفال في كل من تركيا ولبنان. عائشة صبري شاركت صورة الطفل صبحي حمامي الذي تعرض لكسر في يده وكدمات على وجهه بعد تعرضه للضرب مع والدته على يد جيرانهم الأتراك في مدينة كونيا. العنصرية تجاه اللاجئين السوريين داء العصر. تغريدة لأحمد الشامي مع صورة للطفل محمد أحمد بعد تعرضه للضرب على يد مواطن تركي في أنقرة. الاعتداء تسبب بتشقق في جمجمة الطفل وكسور في يده وبعض الأسنان. صفحة AR تركي شاركت فيديو يتحدث عن الاعتداء على الطفل محمد أحمد والإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية بحق المعتدي بعد أن تحول الاعتداء إلى قضية رأي عام. وقام الرجل التركي بضرب محمد بشكل مبرح ورماه على الأرض لعدة مرات، مما أدى إلى كسر في يده وأسنانه، وأيضا أدى إلى كسور في الجمجمة. ثم قام الرجل التركي بإسعاف محمد إلى المستشفى بعد أن أغمي عليه، وقال للإسعاف أن محمد ضربته السيارة وقمت أنا بإيصاله لكم، ثم فر من المشفى هاربا. وأيضا هذا الرجل أثناء إسعافه لمحمد قام بتهديده. ومع الحديث عن الاعتداءات العنصرية ضد الأطفال، أعاد ناشطون نشر فيديو المعلمة اللبنانية التي اعتدت على طفل سوري في الشارع العام بعد ادعائها أنه شتم ابنها. على قاعدة الشيء بالشيء يذكر، يقارن سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بين نظامي دمشق وبيونغيانغ. الحديث عن أوجه الشبه والاختلاف بين النظامين يشمل غالبا رئيسيهما وطريقة تعاطيهما مع المواطن، فضلا عن التعاون بين البلدين في عهدي بشار وحافظ الأسد. رامي عساف نشر فيديو على تويتر بيظهر فيه رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون عم يبكي خلال إلقاء خطاب أمام حشد كبير من العسكريين والمدنيين. عساف قال كيم أعلن خجله واعتذر لشعبه لعدم قدرته على إخراج كوريا من ظروفها الصعبة بسبب العقوبات والأعاصير وكورونا، بينما يضحك بشار الأسد بكل وقاحة رغم ظروف السوريين الصعبة، والتعليق حرفيا طبعا لرامي عساف. الإعلامي السوري أيمن عبد النور كتب على فيسبوك: لم يكتفي النظام السوري بنقل نموذج كوريا الشمالية في الحكم، إنما أصبحت الأخيرة إحدى ملاذاته الآمنة للهروب من العقوبات الأمريكية. بدوره تحدث حساب ورد نجار عن تواصل جرى بين بشار الأسد وكيم جونغ أون. ورد استخدمت طريقتها الخاصة للتعبير عن موقفها وقالت: بشار الأسد تواصل مع صديقه كيم جونغ أون 12 مرة خلال عام 2021 في حضرة الحب والوفاء نتحدث. سوريون اختاروا العودة إلى العقود الماضية للإشارة إلى أن التعاون الحالي بين البلدين ما نوليد الظروف الراهنة. عمر قصير شير فيديو لزيارة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد إلى بيونغيانغ عام 1974 مع تعليق ساخر. هذا هو التعليق: جانب من زيارة المؤسس الخالد الماجد أبو باسل لكوريا الشمالية، ولقاء المناضل محطم الأغلال ومروض التنانين أبو كيم، وحديث عن كيفية تحرير الشعوب وبناء الوطن ودولة المؤسسات. وهي كمان صورة للرئيسين السابقين نشر الكاتب الصحفي السوري محي الدين لاثقاني وعلق عليها: سور بينا سوى ورثنا كراسينا، في إشارة طبعا إلى التوريث السياسي للحكم في البلدين. فقرة حكيكم انتهت، بس حلقتنا مكملة بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد.
أحداث مهمة عاصرت الناشط السياسي جيان عمر في سوريا قبل انتقاله إلى ألمانيا وانخراطه في النشاط السياسي هناك. من هذه الأحداث ما جرى في القامشلي عام 2004 بعد مباراة فريقي الفتوة والجهاد لكرة القدم واحتجاجات عام 2011 مرورا بمشاكل الخدمة العسكرية الإلزامية. اسمي جيان عمر، ولدت في العام 1985 في مدينة القامشلي لعائلة كردية. انتقلت للعيش في ألمانيا في العام 2005، درست العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة، ومن ثم مارست العمل السياسي مع حزب الخضر إلى أن انتخبت في الانتخابات النيابية في العام الماضي في العام 2021، ومنذ ذلك الحين أنا نائب برلماني عن كتلة حزب الخضر في برلمان مقاطعة برلين، ومسؤول الحزب لقضايا الهجرة واللجوء. كشخص كردي يولد في مدينة القامشلي، ونحن نعلم بأن القضية الكردية في سوريا لم تحل بعد، والأنظمة المتعاقبة كانت تقمع الشعب الكردي، وكان الكردي حقيقة يولد وهو معارض للنظام السوري شاء أم أبى، ولذلك كان الاحتكاك بالسياسة موجود ضمن العائلة ضمن المحيط. كانت هناك أسئلة وتساؤلات نطرحها، لماذا نتحدث في المنزل باللغة الكردية وفي الشارع باللغة العربية وفي المدرسة باللغة العربية؟ في الحقيقة للعام 2004 أثر كبير في تشكل وعي السياسي، خصوصا أنه في ذلك العام حصلت عمليات القمع والوحشية الواسعة ضد الشعب الكردي، ليس فقط في منطقة الجزيرة وإنما في عموم سوريا. كان في ذلك اليوم مباراة بين فريق الفتوة والقادم من دير الزور وفريق الجهاد في مدينة القامشلي، وهناك حصلت المناكفات الأولى، حيث أنه تعرض جمهور فريق الجهاد الكردي إلى الضرب بالحجارة في الملعب البلدي، ما تسبب بمقتل 9 أشخاص من الجمهور الكردي في الملعب البلدي، وهذا الشيء أدى إلى غليان مدينة القامشلي بالكامل. كانت هناك جثث، فتمت مظاهرة عفوية أمام الملعب البلدي، على أثرها أمر محافظ الحسكة حينها بضرب المتظاهرين بالرصاص المباشر، وقتل على أثرها 40 شخصا. أثرت هذه التجربة في حياتي السياسية، وشكلت وعي السياسي واستطعت أن أجد بعض التساؤلات بعض الأجوبة على التساؤلات التي كانت تلازمني منذ أن كان عمري 12 عاما، أن الكرد هم شعب مضطهد، هم جزء من شعب ليس له كيان سياسي أو دولة، وهم موزعون في هذه الدول ويتعرضون إلى القمع. وهذه الإجابات كنا لا نستطيع أن نناقشها في المدرسة، لا نستطيع أن نناقشها في الشارع، كانت في نطاق العائلة الضيقة أحيانا يتم التطرق إليها، ولكن دوما مع التنبيه بأنه إذا تم الحديث عن هذه القضايا، عن قمع الكرد، عن حرمانهم من أبسط حقوقهم مع الغرباء في الشارع أو مع الجيران أو مع شخصيات لا نعرفها، ربما تسبب المشاكل لكامل العائلة ويتم تعرضها للملاحقة الأمنية التي كانت حينها شديدة جدا. هذه كانت الرسالة التي وجهها حينها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، الذي حينما سمع بأن الكرد قاموا بإسقاط تماثيل حافظ الأسد والده حافظ الأسد في بعض المدن الكردية كمدينة عمودة والقامشلي،
كانت هناك معلومات بأن ماهر الأسد ينوي أن يقوم بضرب المدن الكردية بالطيران الحربي والانتقام منهم. وعلى إثر ذلك تم اعتقال الآلاف، عشرات الآلاف أيضا منهم بعض أقربائي الذين تعرضوا إلى القمع وإلى الاعتقال فقط لمجرد أنهم قاموا بمساعدة بعض الجرحى جراء قمع النظام السوري، أو أبدوا رأيهم بأن ما تم هو جريمة وأنه جريمة سياسية واضطهاد سياسي. على إثر ذلك تم اعتقال جيراننا، اعتقال معارفنا، وأيضا أفراد من عائلتنا. تبلورت لدي فكرة بأن النظام السوري هو نظام قمعي استبدادي لا يمكن التعويل عليه، وجميع الطموحات والآمال التي كانت معلقة بشخصية بشار الأسد حينما أتى إلى السلطة بأنه ولد في الغرب واحتك بالديمقراطية تبددت بعد انتفاضة القامشلي، وأيقن الشعب السوري وخصوصا الشعب الكردي بأن هذا الشخص لا يمكن إلا أن يحكم بيد من حديد وأن يمارس الإجرام والقتل والقمع بحق شعبه في أي وقت يتطلب ذلك. في الزيارة الأخيرة لي في العام 2009 إلى سوريا تعرضت إلى تجربة مريرة لا أنساها أبدا، وهي أنه كنت أؤجل نفسي من الخدمة العسكرية بحكم أنني طالب في ألمانيا، وكان يتم ذلك عن طريق تقديم طلب إلى الجهات المسؤولة. ولكن في تلك السنة عندما عدت إلى سوريا لزيارة الأهل بعد غياب سنتين، يعني الزيارة الثانية كانت لي، قيل لي بأنه تم تعميم اسمي على جميع المناطق الحدودية لأنني مطلوب للخدمة العسكرية ولا يمكن تأجيلي. فوقعت في حالة إرباك شديدة لأن دراستي الجامعية مستمرة، ولكن يجب الآن أن أرى كيف سوف أخرج من البلاد بشتى الوسائل. فذهبت إلى الأمن العسكري، ومن ثم إلى الأمن الجنائي، ومن ثم إلى الأمن الجوي، وهذه السلطات كانت المعاملة في دوائرهم حقيقة جدا مهينة غير إنسانية. اضطررنا إلى دفع الكثير من المال والجهد والوقت، وزيارتي كلها ذهبت هباء منثورا. بدل أن ألتقي بالأهل قضيت زيارتي في الدوائر الأمنية والحكومية، أتنقل من جهة إلى جهة من أجل الحصول على الموافقات الأمنية للخروج من البلاد. حقيقة رياح التغيير حينما وصلت إلى سوريا كانت بالنسبة لي يعني حلم تحقق، حينما شاهدنا المظاهرة الأولى التي خرجت في دمشق، وثم الاعتصامات التي حصلت في درعا، والمظاهرات التي جرت في حمص ومدينة القامشلي، مدينة التي كبرت فيها، التي عايشت أجواء القمع والاضطهاد، وكنت أرى أسبوعيا هناك مظاهرات تخرج والشعب ينادي بشعارات لم نكن نتصورها قبل عدة سنوات. يعني أنا كنت أتمناها في سوريا، ولكن كانت هذه الأمنيات بعيدة المنال لنا، بأنه إلى أن نصل إلى هذه المرحلة هناك مراحل أخرى كثيرة يجب أن نمر فيها. ولذلك كانت المظاهرات والاحتجاجات والربيع العربي الذي وصل إلى سوريا، والمظاهرات التي خرج فيها الكرد والعرب والسوريان والآشور وجميع مكونات الشعب السوري، حقيقة بالنسبة لنا هي مرحلة مفصلية. لذلك رأيت أنه من واجبي أيضا كشخص يعيش في الخارج أن أساهم بدعم هذا الحراك ودعم الشعب السوري ودعم المتظاهرين الذين يخرجون بمئات الآلاف بل بالملايين ويطالبون بإسقاط هذا النظام. لذلك
قررنا نحن الجالية السورية أو جزء من الجالية السورية وخصوصا الأكاديميين والطلبة الجامعيين بأن نشكل شبكات إعلامية لدعم الحراك في الداخل. نحن كنا نملك أو بالمقارنة مع الشعب السوري في الداخل نملك جوازات سفر أجنبية، يمكننا التنقل بحرية، نتقن لغات أجنبية، لدينا تواصل مع الإعلام مع الصحافة الأوروبية والغربية، ويمكن ولدينا مساحة حيز من الديمقراطية يسمح لنا بالقيام بهذا الدعم. النظام السوري كان حينها ينكر وجود مظاهرات كبيرة وينكر وجود القمع والاضطهاد للمتظاهرين، ولذلك أخذنا على عاتقنا وأخذت على عاتقي مهمة كشف أكاذيب النظام السوري، كذب هذه الادعاءات، وأيضا هذا كان محفزا للسوريين للخروج إلى الشارع بأعداد أكبر، ولذلك هذا كان دوري الذي قمت به. لم أدخل إلى الكيانات السياسية المعارضة، ولم أكن يوما جزءا لا من المجلس الوطني السوري ولا من الائتلاف السوري، لأنني كنت أرى بأن المهمة الآن هي دعم الحراك وتقوية الحراك وتوجيهه بالاتجاه الصحيح، وكنت أرى بأن الخلافات التي تحصل داخل المعارضة السورية بين الشخصيات المعارضة للأسف بعيدة كل البعد عن التوجه الديمقراطي. الشخير موسيقى والماء طاقة والسفن لا تغرق، هذا غيض من فيض اختراعات السوري عبد الله العقلي. العقلي البالغ من العمر 70 عام يقضي ساعات على كرسيه المتحرك في غرفته باحثا عن فكرة واختراع جديد أو منفذا لإحداها. اسمي عبد الله أحمد العقلة، عمري 72 عام، مواليد 1950، أسكن حاليا قرية قانا التابعة لمحافظة الحسكة. تعرضت لمرض الشلل، طبعا معروف شلل الأطفال، منذ كان عمري 4 سنوات، مما أدى بي إلى شلل نصفي، أي أنه إيدي اليمين ورجلي اليسار وكذلك ظهري انحنى بسبب الشلل. تعلمت في القرية، مدرسة القرية، إخواني ساعدوني وقدموا لي أي شيء أريده، وتعلمت حتى حصلت على الشهادة الإعدادية. تعرف ظروف الشلل وظروف المادة ما دفعتني أن أكمل دراستي في المدينة، مدينة الحسكة أو غيرها. من خلال ملاحظتي للواقع الذي يعيش فيه الفلاح والعامل، لاحظت أنه لازم أقدم شيء أنه يفيد هالفئة هاي من الناس. من خلال هالواقع هذا أول ما صممت مكبس شل قطن. الشل معروف لدى الفلاح، كان الفلاح يعب الشل بيده أو برجله. عملت نموذج، النموذج هذا آلياً يقوم بتعبئة أكياس الشلول. حصلت من خلال هذا الاختراع على براءة اختراع من وزارة التموين السورية. طبعاً ما توقفت عند اختراع مكبس الشل، ولكن كان طموحي أكبر. يعني كنت دائماً مثلاً لاحظت المرأة أنه تشقى، صممت هذا السرير بمجرد ما يقوم الطفل بالبكاء هو يهز لمدة 5 دقائق ويوقف. يعني ربما هذا يساعد المرأة على عملها. طبعا هذا عمل شاق ومتعب، لأنه يحتاج إلى تفكير وبنفس الوقت تنفيذ على الواقع بشكل حقيقي. ولكن بالنسبة للمستوى المهني لحد الآن ما أنه أملك مثلا وسيلة حتى أتخذ إحدى هذه الصناعات أو هذه المجسمات حتى مثلا أنفذها على الواقع وأبيعها بشكل سلعة أو شيء. إنما هاي مجرد أشغال متعبة يتم تنفيذها بمجرد بيدي العاديات، يعني ما في عندي وسائل أو كذا. وفعلا كان هذا السرير نال إعجاب الناس بشكل
ولكن بده مشغل كامل لتنفيذ هذا السري. طبعا المجتمع دائما يشجعني، وعندما يشوفني أعمل بالنهار وجوز أعمل أكثر من 12 ساعة، حتى أمي تقول يا أبو أنت أكل أشرب كذا أود أشتغل، ولكن رغبتي بأن أنفذ العمل الذي أقوم به كانت أكبر من حتى يمكن أكثر أحيان ما أكل من الصبح إلى المساء في تنفيذ بعض الشغلات. أطمح لو أني أنصب لأهل القرية طبعا عن طريق الطاقة الشمسية جهاز تقطير الماء مثلا بشكل محطة بسيطة، أتمنى أنه أقدم للطفولة لعبة جديدة للأطفال، أتمنى أنه مثلا أقدم للمعاقين سرير، المعاق ما يقدر يركب على السرير أو يقوم، ربما يكون سرير متحرك يرتفع وينزل عن طريق شغلات كهربائية. حلقة الحكي السوري لليوم وصلت لنهاية، انتظرونا مع مواضيع جديدة بتهم السوريين في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.